فريق الشباب في برشلونه او الجهاز الفني لفريق الشباب في برشلونه اعضائه بيتكون من كام فرد؟ وسامحني على التفاصيل دي، نستفيد منك او نحاول نستفيد منك حتى لو تبدو الاسئله عاديه يعني. In all the academy, you mean? هل تعني في أكاديمية اللمسية أو في الفريق في حد ذاته؟ فريق الشباب. In the youth teams, well, like under 17. Many of them. There are many. For example, in one of the highest ones. أنا في الفترة التي دربت فيها لدينا مدرب، مدير فني ومدير مدرب مساعد ومدرب لياقة ومدرب حراس مرمى ومساعد لمدرب حراس المرمى. لدينا أكثر من محلل أداء، محلل أداء للأداء الفني والأداء البدني ومحلل الأداء البدني ومحلل المنافس والتمركزات اللاعبين. ولدينا أيضا فريق عمل خاص بالأكاديمية ليفحص ماذا يفعل اللاعبون في الملعب وخارج الملعب. الكثير من الأعضاء الخاصة باللاعب الشاب من حوالي 19 ل 25 أو 28 عضو في الفريق، وربما في الأكاديمية يصل أعضاء الأكاديمية لأكثر من 100 مدرب. كتير. لمسية طلعت العديد من المواهب الكبيرة في تاريخ نادي برشلونة. لامين يامال كمان واحد من اللاعبين اللي تألقوا بشكل رائع مؤخرا مع برشلونة ومع المنتخب الأسباني. هل اشتغلت مع لامين يامال قبل كده بشكل مباشر خلال فترة صعوده إلى فريق برشلونة؟ أنا تركت برشلونة من عشر سنوات. هو ربما كان عنده 6 سنوات. هو لاعب شاب، هو لاعب موهوب، لاعب مميز، بداية رائعة ليس فقط لبرشلونة ولكن للعالم أجمع. أعتقد أن هذه الموهبة لديه التنوع الذي قاده ليكون هذه الموهبة التي عليها اليوم.